أهلا بكم في منهج المعلوماتية للصف السابع الجزء الثاني وحدة اللوحة الجدولية الدرس السادس تنسيق الحدود. يمكن إضافة وتغيير ألوان وأنماط الحدود وذلك عن طريق علامة تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة خط أداة الحدود. نلاحظ أن هناك أداة لرسم الحدود وأداة لمسح الحدود وأداة لتغيير لون خط الحدود وأداة لتغيير نمط خط الرسم. نختار نمط معين ثم نختار لون معين ونلاحظ تحول مؤشر الفأرة على شكل قلم استعدادا للرسم. بالضغط بالزر الأيسر للفأرة والسحب يمكن رسم الحدود لهذا الجدول. إذا أردنا تغيير الحدود نختار علامة تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة خط أداة الحدود، نغير نمط الخط ونغير لونه حسب الرغبة ونحدد الحدود المطلوبة بالضغط بالزر الأيسر للفأرة فوق حدود الجدول. بعد الانتهاء من رسم الحدود نلاحظ أن مؤشر الفأرة لا يزال على شكل القلم. نضغط مفتاح Escape أو نضغط نفس الأداة مرة أخرى للانتهاء والخروج من الرسم. تنسيق البيانات العددية. لتنسيق البيانات العددية داخل جدول حتى يكون مدلولها أكثر وضوحا نتبع الخطوات التالية. أولا نحدد البيانات العددية المطلوب تنسيقها، ثم نختار من علامة تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة رقم الأدوات الموجودة داخلها. أداة عام تستخدم لاختيار كيفية عرض قيم الخلايا. أداة عملة تستخدم لإظهار رمز العملة المحدد مسبقا بعد الرقم. أداة زيادة المنازل العشرية لزيادة المنازل العشرية. أداة إنقاص المنازل العشرية لإنقاص المنازل العشرية. أداة النسبة المئوية لضرب القيمة العددية للخلية في 100 وتظهر علامة النسبة المئوية بعدها. يمكن بعد التحديد نختار أداة العملة مثلا، نلاحظ ظهور رمز عملة العملة المحددة مسبقا بعد الرقم الموجود في الخلية. إذا أردنا تنسيق الخلايا تنسيق حسب النسبة نحدد الخلايا العددية ثم نضغط أداة النسبة المئوية. كما يمكن التحكم في المنازل العشرية لعمود المصروفات بتحديد البيانات العددية كلها، ثم نضغط أداة الزيادة إذا أردنا زيادة المنازل العشرية أو أداة الإنقاص لإنقاص المنازل العشرية.